ويدعو في سائر الطواف بما حب، فليس بملزم بدعاء معين. والأفضل أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتخير جوامع الدعاء من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ومن أعطاه الله هذه الخمس فقد فاز فوزا عظيما. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهذا أسعد الناس من أعطاه الله هذه الدعوة، سلامة في دينه وفي دنياه وفي آخرته. فهذا من جوامع كلمه وجوامع دعائه صلوات الله وسلامه عليه. يدعو بالوارد أفضل، لأنه إذا دعا بالوارد أصابته الرحمة والهداية، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. والذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم الأمي لا شك أنهم تصيبهم الرحمة التي وعد الله بها أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فيقتصر يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الأدعية الجامعة، يحرص على دعاء الآخرة ويجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، ويدعو في الدنيا بما يعينه على صلاح دينه، ويجعل هذا هو الأساس. وإنك لتعجب أن البعض لا يعرف كيف يسأل ربه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يذهب ويأتي بمن يدعو له ثم يجلس يصيح وراءه بكلام لا يعرف معناه، ولربما يردد يأخذ الكتب التي جعلت فيها الأدعية غير الواردة. فإن البعض يخصص لكل شوط دعاء، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر أن تجعل لكل شوط دعاء ويقال للناس أن هذا مسنون ومشروع. فهذه الكتب التي تخصص لكل شوط دعاء ينبغي التنبيه على خطائها وتنبيه الناس، ويقال لمثل هؤلاء: هل تعجز أن تسأل الله صلاح دينك ودنياك؟ يا هذا لو أنك طفت بالبيت تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكان ذلك خير الدنيا والآخرة لك. ثم من هذا الذي عجز حتى كيف يسأل ربه؟ فتجده لا يعرف كيف يسأل الله عز وجل العفو والعافية. يبدأ بنفسه أولا فيسأل الله صلاح دينه، ويستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلاح الدين في تحصيل الفرائض وترك المحارم، فيسأل الله التقوى والاعتصام بالدين. ثم يسأل الله السلامة من المنكرات من الشبهات والشهوات، وأن يسلم له دينه وأن يعصمه في دينه، كما كان ابن عمر يقول: اللهم إني أسألك العصمة في ديني. فيسأل الله العصمة في دينه، ثم يسأل الله الزيادة في هذه الدين والخير من التمسك بالكتاب والسنة والاهتداء بهما، وأن يحبب كتابه إليه وكلامه إليه، وأن يجعله مهتديا باتباع سبيله ودينه وشرعه واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم. يسأل الله هذا، ثم إذا انتهى من دنياه فلينظر إلى ما أمامه من الآخرة، فيسأل الله أن يعيذه من القبر، وأن يعيذه من فتن القبر ومن عذاب القبر. ثم يتقدم إلى الآخرة، فيسأل الله عز وجل أن يسلمه من أهوالها ومن شدائدها، وأن يسلمه على الصراط، وأن يسلمه واقفا بين يديه حافيا عاريا. ثم بعد ذلك يسأل الله الدرجات العلى في الجنة. فهذا كله لا يعجز الإنسان. أما أن يأخذ كتابا فيقرأ ولا يعرف ما معناه، ولا يعرف معنى الأدعية، أو يأتي برجل ينعق ويصيح. ومن المنكرات رفع الصوت بهذه الأدعية، فتجد 50 و30 و20 يأتون في المطاف وكأنه لا يوجد في حرم الله غيره، ثم يصيحون بصياح شديد يشوش على الراكع وعلى الساجد وعلى الطائف بالبيت. كل هذه من البدع، وفيها إثم كبير أن الذي يرفع صوته بهذه الطريقة التي تشوش على الراكعين والساجدين. والله لقد سمعت أقواما يسعون بين الصفا والمروة ما استطعت أن أصلي وأنا في رواق البيت، فكيف بالذي يطوف بجواره؟ فهذا بعضهم لما يأتي ويدعو ويدعون وراءه إذا بهم يدعون بقوة ويصيحون بقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا سبحانه وتعالى. فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فالمقصود من هذا أنه ينبغي التأسي بالوارد وترك مثل هذه الأمور، بل إنه ربما يقرأ الكتاب وهو لا يعي معناه، حتى إنه ربما يكون في العمرة فيقول: اللهم إني أسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وهو في العمرة. بعضهم يقول: لا تدع لنا ذنبا، قال بعض علماء بجواري: إلا قطعتها، لأنه لا يعرف، يتكلم بشيء لا يعرفه، ثم الجبن ينقلب إلى ما هو معروف ومعهود. كل هذا سببه الجهل، وسببه الجهل بالله قبل كل شيء. لقد جهل الناس ربهم،
فلم يعظموه حق تعظيمه ولم يقدروا حق قدره. الرجل يذهب إلى العمرة وإلى الحج لا يعي أنه وافد على الله وأنه ضيف على الله وأنه ينبغي عليه أن يتهيأ. يا لله العجب لو أنه ذهب إلى عظيم من عظماء الدنيا ولله المثل الأعلى لوجدته يسأل كيف يدخل عليهم، ماذا يقول، ما هي آدابهم، ما هي عاداتهم، وما هي تقاليدهم. وجدته يستكثر من ذلك ولا يستقل، ويبحث عنه ويفصل فيه في القليل والكثير، وهو داخل على ملك الملوك وجبر السماوات والأرض. ولذلك وما قدر الله حق قدره، فيأتي الإنسان إلى عمرته وكأنه شيء يعني روتين أو شيء معهود مألوف. ولقد كان الرجل من السلف إذا وقف ملبيا خر مغشيا عليه من تعظيمه لله عز وجل. وكان علي زين العابدين إذا قال لبيك احمر والصر، وأثر عنه أنه غشي عليه رضي الله عنه وأرضاه، وقيل له في ذلك فقال أخشى أن يقال لي لا لبيك. فالمقصود من هذا أن الناس سببهم في الوقوع في هذه البدع والمحدثات والأمور الغريبة العجيبة، حتى إنه يأتي للرجل بالمال ويقول له طوفني، فيحتاج أن يدعو له. والدعاء لا يكون مستجابا إلا إذا كان خالصا ومن قلب. وهذا الذي يدعو بالمال، حتى إنهم يضحكون على الناس، وهذا ليس خاصا بالطواف، هذا كله مما لبس فيه على الناس في دينهم، حتى إنه بلغ ببعضهم والعياذ بالله من الجرأة على الله أنه يأتي ويقول ألفاظا لا أصل لها، حتى لربما أدخل الدين في الدنيا. وبلغ ببعضهم أنه يأتي ويقول له اللهم إني نويت أن أعطي مزوري كذا وكذا ريالا، كل هذا حتى يضمن سقاط الدنيا وفتات الدنيا. فكيف يكون الدعاء من مثل من كان قلبه بهذه المثابة، معظما للدنيا على الدين ومؤثرا ما عند الناس على ما عند الله عز وجل. فالمقصود من هذا أن هذه الأدعية وهذه الطريقة غير مشروعة، والمنبغي على الإنسان أن يأتسي بالوارد وأن يدعو من قلبه، ويقال له ادعي لنفسك وادعو لوالديك واستغفر للمسلمين. ولو أنك طفت ولا تقول إلا رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين لخرج بملايين ملايين الحسنات التي لا يحصيها إلا الله جل جلاله. فلو استغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وكان له بكل مسلم من الحسنات ما لا يعلمه إلا الله، كم سيجب من هذه الكلمة الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان. فنسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل.